ايه ده؟ في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الناس ايه العالم ده؟ ايه المجتمع ده؟ السلام عليكم استاذ فيرجو. تعالى لي هنا. انت جرجس ولا رامي؟ انت بقى جاي تعمل ايه النهارده؟ الموبايل واتخانق معايا احسن. انا لقيت سوبر ماريو في النص. تيجي نلعب ميدل بيت افتر مثلا؟ الله استاذ جامد جامد. تعمل لنا بيت بوكس. انتوا بتغفلوني ليه؟ الدرجه انت فاكر دمي ده؟ انا انت اعمل بيت بوكس. انت تعمل بيت بوكس. انا هعمل راب. حاجه الهادي اسامه الهادي. دلوقتي يا جماعه نعمل لكم تجربه بالغاز المسيل للدموع. 100,000 جنيه على المسابقه دي. طب مشارك يا باشا. ايه الاخبار؟ الاكل عامل ايه؟ يا صاحبي يا صاحبي كفر مين يا صاحبي؟ انا طالع مع زمايلي. ازاي انا بقى مش اول؟ ايوه انا شايف الاسعار بره، كل واحد 100,000 وغديوه وتيشيرت. ما كنتش موجود. بقول لك ايه، هو اللي هناك ده احمد جي. يا احمد يا جي، انا عايز اتصور مع باكزا وزينهم. بنحبك يا دور مايك. استديوهات شركة حب. هيو، اهلا بكم في فيديو جديد ومكملين رحلتنا مع انسوميا. مبدئيا كده الفيديو ده من انسوميا السنه اللي فاتت، والسنه ده هيتعمل الشهر ده من يوم 16 لحد 18 فبراير في ارض المعارض. لو حابب تروح ولو عايز تكسب انت وحد من صحابك هقول لك تعمل ايه. فيلا بينا. هو انت انت جاي بتعمل حاجه هنا؟ لا انت بتعمل ايه هنا يا غالي؟ انا جاي بعمل انترفيوز معاك. تعال لي هنا. انت جرجس ولا رامي؟ يا لهوي، انت جاي مخصوص عشان الانترفيو. انا كنت معلمكم. انت معور حد السقه دي. انت معدي كده من غير ما تصور معايا؟ خد تعالى هنا هجيبك. دلوقتي يا جماعه نعمل لكم تجربه بالغاز المسيل للدموع. عامله طالبه في احد مدارس الانمي. انت اسمك ايه؟ نور. جاي تسمع مين النهارده؟ سوري، الانترفيوهات دخلت في بعض. يعني انت مثلا كنت قاعده كده فاستوحيتيها من احد ممثلين خدمه العملاء. جاي تلعب ايه النهارده؟ ما لعبتش والله. ما لعبتش خالص؟ والله كنت جاي على ببجي ما لعبتش. لا، فين اللي ماسكين ببجي؟ تعالى يا حبيبي. لا خلاص. ايه الاخبار؟ والله ما له زي. لا 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 والله. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ تعالي هنا. الو، يا ما انت كريم يا رب بترزق والله يا شباب. تعالى شاري ايه وريني؟ الاكل ايه؟ الراجل ده انا كلمته امبارح، كلمني امبارح. واحد صاحبي جاله امبارح قال له ابعت لي فيديو لصاحبي، راح هو بعت لي وقال لي عايز اشوفك بكره. والله جيت النهارده عشان اشوفك. يا لهوي. اما قصه عبرة صحيح. يا سلام يا عم حبيبي. خد تعالى. انت تبع قريه ايه؟ مين هو ده؟ ناروتو صح؟ تربين تربين، اعمل لنا واحده رقصه ناروتو. انت جاي تعمل ايه يا صاحبي؟ عايز العب. ما تجيب موتى يا كابتن. يا صاحبي حد سامعني؟ يا صاحبي كفر مية. صاحبي كفر مية. صاحبي يا معلم، مش عايزين نبات والنبي. مش عايزين المايك. مش شغال. طب كسبنا الحمد لله. وانا هكسب 2 على حسابي عشان نتقابل هناك، واعمل مسابقه بدون شروط خالص. لو عايز تكسب انت وصاحبك تيكتس للثلاث ايام، كل اللي عليك تعمل كومنت وتكتب هب هب وتمنشن لصاحبك اللي هيروح معاك، واختار 2 من الكومنتات بشكل عشوائي ارد عليهم واكسبهم. انت ايه ماشي كده من غير ما تسجل معايا؟ لعبت كام لعبه من الصبح؟ لعبت ايه من الصبح؟ تلمي بص في عيوني وانا بكلمك. ما لعبتش حاجه. السلام عليكم. ايه الاخبار يا ساره؟ حضرتك دلوقتي انت مبطل فيديوز فاهم، وبتتعلق والكلام الجميل ده كله. انت بقى جاي تعمل ايه النهارده؟ الموبايل واتخانق معايا احسن. بقول لك ايه، اللي هناك ده احمد جي. يا احمد يا جي، انا جاي طبعا اشوف المسابقه بتاعت ليج اوف ليجند، عشان انا طبعا مدمن ليج اوف ليجند. احسن استوديوهات شباب حبيبي. يا لهوي انت عارفني والله يا حبيبي. يا نهار ابيض اسامه الهي حبيب قلبي. هو بتعمل ايه هنا يا مكنون؟ الله 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 الله. اعمل لنا بيت بوكس. معلش بس انا عشان السيفتي وكده. ها كده انا اطمنت عليك عشان بس لا قدر الله. لا مش معايا كمامه، فعشان لا قدر الله لو اي عمليه حصلت كده ولا كده. الحق تمرجي اهو. تمرجي والله افتكرتك تمرجي من بعيد. مجنون شارع العلوم. ممكن بقول لك ايه، يطلع لنا فوسفات الصوديوم في اي لحظه تفجر. ايش كوسبلاي؟ امال ايه اوريجينال جانج؟ اما ده كل حد يشوفني يفجرني ليه يا عم؟ الناس واخده عني فكره غلط. نيون جانج. هو ده كان عندك في الدولاب؟ يلا بينا. جدا انت عارفاني ولا عشان سوبر ماريو؟ لا عارفاه. انا مين بقى؟ انت النجار. ماشي يلا بينا. النجار فعلا. اسالك سؤال بقى، كان في واحد نجار حب يصلح باب الدار، كام لونه؟ 2. الله اكبر عليكي، مبروك كسبتي معانا فاوتشر. الف مبروك، تستحقيها يا بنتي، اذكى طفله في العالم.
هيب هيب جدا. تعال لي دافع ولا انفيتيشن؟ لا انفيتيشن. انا اتفرج عليك وادفع حبيبي يا نوب الله. واه لو هتشتري تيكت استخدم برومو كود هيب عشان تاخد خصم 100 جنيه على التيكت و150 جنيه على تيكت الثلاث ايام، او اشتري من اللينك اللي موجود في الكومنتات. تعال نصور مع مرأة العنكبوت. هصور مع المرأة الحلزونية وجايلة انسه صور. ايه الاخبار يا ترى؟ الحمد لله تمام. دينا واحده رعضايه كده اسجارد المحمول. انا عايز نرمدي. انا بمضي على التيشيرتات دلوقتي. اوي الحق روكي بيوزع المرش. الناس هتقطع. يلا يا ايه ده؟ انا عايز مقاس اكبر. انا بلبس 2 اكس. بتعمل ايه هنا يا نجوميه؟ مش عارف، لقيت فيه زحمه فجيت الصراحه. انا لقيتك بتوزع حاجات نطيت التتني. انا لقيت سوبر ماريو في النص يا باشا. انت ولا زينوم حبيبي صباح الفل. عامل ايه؟ انا لسه مقابل زينوم. قلت له باجزه ولسه مقابل باجزه. قلت له زينوم فانا اسف جدا. انا مش انا عايز اتصور مع باجزه وزينوم. الو السلام عليكم استاذ بيرجو. احمد السعيد برجر. انا لعبت ايه من امبارح؟ النشاطات والفعاليات والاكتيفيتيات. والله ما لعبتش. ما عملتوش تحدي اندومي؟ الدنيا تحفه. مفيش هنا تيك توكر لا قدر الله. الحمد لله. لا الامن واخد شايف شغله. اي تيك توكر بيمنعوه يخش هنا. هو بيبان عليه طبعا. بشكر امن. واخد تيك توكر معاه في ايده. عامله شخصيه مين النهارده؟ مثلا من ان بلاك. بس مش شبه ويل سميث خالص. استاذ بيرجو هيكمل معاه الانترفيو النهارده. فيديوهات شد الحبل جدا. الله 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 الله. استاذ جامد واستاذ مهاب. يا نهار ابيض، انت بتعملوا ايه هنا؟ انا قايل لك من شويه يا عم. انا سجلت معاك لما اخذه سقطت. هتسألني سؤال بعد كده تجيب مونتاج واحد يقعد يعمل. لا لا لا. لابس ماريو. ايه لابس ماريو؟ تمانيناتي. فين بقى الفود كورت اللي هنا؟ الناس طبعا فايبس مبسوطين جدا. ايه الاخبار؟ الاكل عامل ايه؟ زي الفل. دايره هنا. استاذ عمر صباح الفل. انتوا بتغفلوني ليه؟ لا مش بنغفلك ولا حاجه. بقول لك انا سامع هنا ان انت حاجه تقيله قوي في انسوم. لا عادي خالص. انا طالع مع زمايلي. يلا يلا يلا. انا اتذكرت وسط الرجاله بتوع دول بقى. عايز يرجع في الزمن يقول لي. الو السلام عليكم. هو انت عامل ايه؟ ايه يا باشا انت ماشي كده ازاي؟ مش هصور. خلاص اتكل على الله يا عم. يا نهار ابيض انا مش مصدق نفسي. استاذه جينكس سوبر ماريو. ايه ده؟ يا لهوي ده ميتافيرس ده ولا ايه؟ 100,000 جنيه على المسابقه دي؟ طب مشارك يا باشا. اقسم بالله عظيم لعبت بيه كل البيوت. كنت بخش وحش كبير وبكسب. صوني معاه شو مايو. اقسم بالله صوني معاه. ده انا بعشق القصه دي. ما انا اقول لهم اني صوت مع مايو. ايه ده؟ في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه الكاسه يا جامد. سياحة اسبانيا. انا عملت ايه يا بروفيسور؟ اوعى. الرجل الاخضر ارمي مان. انت مش مصري؟ لا مصري بس عربي. انت في العربي مش كويس. الدنيا دي فيها كام بلياتش؟ what do you think about today because with cosplay
يس اوكي معاذ عايز الصور مع سوبر ماريو ايوه لازم تقول له بنحبك يا سوبر ماريو بنحبك يا سوبر ماريو حبايب قلبي سوبر ماريو احمد ازاي انا بقى مش اول يعني ايه ده بقى ايه المتاهه دي ايه اللي بيحصل هنا بتوزعوا ايه هدايا عندكم كروت انفيديا كنت عايز واحد كوادروم كي 650 2 جيجا هو طب الكي 2000 انا بشبع عليك انت اخو امينه محمد امينه عوض كل واحد ايه وغديوه وتيشيرت صح ايوه انا شايف الاسعار بره كل واحد 100000 وغديوه وتيشيرت شكلك حد مهم قوي هنا في انسوميا ممكن تعرفنا على نفسك امن انت مدير الامن هنا انت بتلعب ايه بتلعب اللعبه اللي مؤاخذه دي بتلعب ريمبو 6 بايسيكشوال انت في فريق الفلاحين اه انا مسمين نفسي بالاس احنا فلاحين اه ده بيت رعب بقى جزارين وعتاوله والغاز ومش عارف ايه جامد جامد جوه ومهاب شادي والشله كلها مش هيعرفوا يطلعوا ما يعرفوش ان الباسورد 772 فرصه سعيده جدا استاذ جزار استاذ دباح تيجي نلعب ميدل بيت افتر ماس 1 فيس 1 يلا كلها تعالى هم 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 بروفيسور ازيك حبيبي وهتلاقوا لينك في الكومنتات عليه خصم على كل انواع التيكت وما تنساش تشارك في السحب عشان تكسب ومنشن لصاحبك اللي عايز يروح معاه يلا شوفكم هناك السلام عليكم ويب كده يكون الفيديو خلص لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه واشوفكم الفيديو الجاي فهب هب هب